حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن منصور، عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجًا منها، وآخر أهل الجنة دخولًا، رجل يخرج من النار كبوًا، فيقول الله: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى. فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأى، فيقول: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأى، فيقول: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا، فيقول: تسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك، فلقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه وكان يقول ذاك ادنى اهل الجنه منزله